هنا هنا يعني تاني انا عايز بس اللي يهمني جدا جانب النخوه والشهامه اللي اختفى في الشارع المصري. هسالك يا رب وانا بنسال ماما، ما بيجيلكيش فعلا يعني ابنك 4 شهور معاكي، والدتك والدك، ما فيش تفكير خالص في ان سلامتي او اماني وامان اسرتي اهم من انه ممكن يعمل فينا حاجه؟ يعني شفت انه لا، لازم تعملي الموقف بالظبط. كما ينبغي وكما يجب. انا زي يعني انا زي اي حد بشوف على السوشيال ميديا وبشوف في التلفزيون كل يوم حد بيتخطف، اقول يا نهار ابيض لو انا مكان حد، ما اقول محدش هيلحقني. فانا حاطه نفسي مكان الشخص المخطوف بقى، ايا كان ده جنسيته ايه، ولا ولد ولا بنت ولا ايه، يعني انا هبقى محتاجه ان حد يعمل معايا زي ما انا عملت معاه. فعشان كده ما فكرتش خالص، قلت لا لازم ما ينفعش نسكت، ما ينفعش يعني ما عندكيش نسيب. اكثر من تفكير، هو لا لا تفكير واحد بس، ان القيم والمبادئ لا تتجزأ، بالظبط النخوة والشهامة، بالظبط، ما عشان ينفعش لو حصل لي ده الاقي اللي ينقذني. بالظبط. يعني طبعا طبعا كأم المشاعر هتبقى مختلفة، وانا سألتك ده في الاول، بس طول الملاحقة دي ما جاش كمان في دماغك تقولي لا للأب لا لا خالص خالص، خلينا بقى احنا ناخد طريقنا احنا ونمشي؟ لا لا لا، هو كان كل هدفنا وهدف علاء ان هو يوصل للعربية بأي شكل كان، حتى ان شاء الله يكسر عربيتنا احنا، يعني احنا يعني كان عايز يوصل له بأي شكل من الاشكال. وطبعا كلنا يعني في نفس الشعور، ومحدش فينا يعني حس ان في خطر ولا اي حاجة، بالعكس احنا كنا عايزين نوصل للولد بأي شكل كان وننقذه بأي ثمن. الاصابات اللي في خد حضرتك دي من نتيجه الخبطه في الخبطة في العربيه، العربية يعني خبطت في العربية اللي انا كنت راكباها يعني، ويرى انت عندك اصابات. انا في ظهري وفي ايدي هنا. ده واضح انت كمان عندك كدمات في الجسم كتير. يعني خلينا نسال نفس السؤال للاب بقى، العميد علاء الدين حسن. عميد علاء، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. الحمد لله على السلامة، وبحييك بحيي الأسرة كلها على الموقف اللي أتمنى يكون نموذجا لنخوة المصريين وشهامة المصريين، اللي يعني البعض اعتقد أنها اختفت خلال السنوات الماضية. يعني قول لي عميد علاء، ما جاش في تفكيرك نفس الأسئلة اللي سألتها ليارا وللأم، اللي هو ده ممكن يضربوا علينا نار، ده ممكن يأذونا، احنا مالنا، ما نرجع بيتنا احسن ومعانا طفل؟ والله انا لما شفت الولد ملثم انا يعني ما خدتش بالي الاول ان هي قالت لي فيها حد بيخطف حد، بس انا اتاكدت لما مشي قدامي بيلف يعمل روتين من قدامي بيلف، لقيته ملثم فعلا يعني. فده كان من الطبيعي يعني، ما قدرتش، قلت الرب واحد والعمر واحد والرب واحد يعني. يعني ربنا كرمنا ومسكناه الحمد لله. طيب، لانك انت اللي سايق، واضح ان الملاحقه والمطارده يعني انت شايفهم قدامك يعني. انا شايفهم قدامي، وللاسف الناس كانت يعني هم انا بضرب كلاكس والناس والصوت ولادي يعني بينادوا حرامي حرامي، الناس للاسف كانوا بيوسعوا لهم الطريق. بيوسعوا لهم الطريق يعني، فاكرين ان في حاجه يعني، او يعني مش عارفين يعني مش مش عارفين فاهمين او مش فاهمين ان مش ان فاهمين هم دول المقصودين يعني. مش هم دول المقصودين، فانا بجري وراهم والناس بتوسع يعني، هم المشكله ان الناس كانت بتوسع لهم الطريق من الاول يعني، من اول حسنين هي وده اللي خلى المطارده تطول شويه تطول. اخذت حوالي 6 دقائق تقريبا، ست ست دقايق دقايق في شوارع داخليه، وخبط ولد معاه موتوسيكل خبطوه، وبعدين لما اتمسكوا كان في واحد جري من ناحية والتاني من ناحية، قلعوا الماسكات بتاعتهم معايا سابتك، وبعد كده في حارس عقار اتضرب بمطوة معايا سابتك، بس الشباب اللي كان لا، موجود في الشارع مين اللي اتضرب بمطوة؟ حارس عقار هم اللي ضربوه بمطوة؟
ما ضربوه بمطوة. ده كان بيحاول يمسكهم يعني. يحاول يمسكهم بس الشباب كان واقف بعد الماتش، كانوا كتير بيحتفلوا يعني بالماتش. اهو ده كمان يعني حتى حارس العقار ده نموذج ايضا للنخوة والشهامة يعني. والولد بتاع الموتوسيكل، الولد بتاع الموتوسيكل اللي داسوا عليه، يعني في ولد كمان داسوا عليه بالعربية، خبطوه بالعربية وداسوا عليه. انا بشكر حضرتك، واحنا بنحتفل بالاسره زي ما قلت لكم يا جماعه، اسره كامله، اب وام وبنتهم وحفيدهم. كان ممكن هنا للاسره انها كل تفكيرها يبقى في امننا وسلامتنا. ناس كتير بتفكر في هذا الاتجاه، ونقول لهم دايما يمكن ان تقع في نفس المازق، فعشان تلاقي حد ينقذك تعالوا كلنا ننشر قيم الانقاذ بهذا الشكل، قيم النخوه والشهامه. يعني اوعى تعتقد ان اللي بيحصل لحد مش ممكن يحصل لك، لا هيحصل لك، ويمكن ان تكون انت الضحيه القادمه يعني. وبالتالي خلونا نرسي هذه القواعد والقيم اللي هي متاصله في جذورنا وفي بيوتنا، ربما بسبب زي ما قلت لكم بعض الأحداث العاصفة وبعض الخلل اللي حصل في التركيبة الاجتماعية وبعض التدني الأخلاقي اللي ربما انتشر، يعني غابت النخوة والشهامة إلى حد ما. لكن أعتقد أن الأصل بيرجع تاني، والنخوة والشهامة ستعود أقوى. أنا كنت عايزة بس أقول لحضرتك حاجة، إن كان الشباب بصراحة يعني هم لولاهم برضو ما كناش عرفنا نوصل للجناة دول. هم جريوا وعرفوا يوصلوا لهم يعني، سواء كان الولد اللي هما الاثنين، واحد مشي شمال والتاني مشي يمين، فالشباب هم اللي جابوا. كويس جدا انه حتى كمان لما في اكثر من شاب، بس البدايه بدات من عندكم. الحمد لله، يعني لو انتوا ما عملتوش ده ما كانوا هياخدوا الحمد لله، بس اللي حافينه هيمشوا يعني. انا عايزه بس اقول يعني ان الشباب ساعدونا يعني برضو ان هم يوصلوا للجناية يعني. والله انا كمان بحييك انك مش عايزه يعني تستأثري بالموقف نفسه ليكي وتقولي لا ده كان معانا كمان ناس كلها عندها نخوة وشهامة. كمان يعني لما العربية وقفت وبسبب ان هو خبط في عربية تانية، احنا كنا عايزين بس حد يوقفه من الناحية التانية، فالحمد لله ربنا جاب العربية دي اللي خبطت العربية، فالناس كلها يعني جاء عليها زي صهم الله كده. وهنا لو عملنا كلنا كده، والله يا جماعه 70 80% من حوادث الاخطاف بتحدث امام اعين الناس. لو كلنا عملنا كده اعتقد ان احنا يمكن القضيه مش قضيه شرطه بس، مطلوب منها انها تقبض على الجناه. لا، ما هو بيبقى قدامك احيانا النخوه والشهامه من عوامل الثبات في المجتمعات دايما. خلينا ناخد مداخلات كده بسرعه. استاذ عبد الجواد من الاقصر، استاذ عبد الجواد اتفضل. استاذ عبد الجواد، استاذ سامي من البحيره اتفضل. تحياتي لحضرتك يا استاذ وائل. اهلا بيك. تحياتي لضيوفك المحترمين وعلى راسهم الاستاذه يارا، ربنا يبارك في ابنها. عملت اللي فيه رجاله كتير مش بتعمله في الايام دي للاسف يا استاذ وائل. يعني يا ريت الاستاذه يارا ديت تكون يعني الشباب والرجاله والنخوه بتاعتنا يغيروا منها، لان دي واحده ست برضه يا استاذ وائل معرضه ابنها للخطر ومعرضه نفسها وابوها. طبعا عوامل الخوف عندها هتكون اكتر، استاذ وعوامل يعني العاطفه يعني ابني امي ابويا. استاذ وائل يعني هي بتقول لك اني تخيلت نفسي في الموقف ده، يا ريت كل واحد يسمعها ويحط في مكانه. هي انقذت انسان، ما انقذتوش مسترجع يا استاذ وائل، ده انقذتهم الموت. انت عارف الصويع دول كانوا هيعملوا فيه ايه؟ ما كانوا ممكن يموتوه يا استاذ وائل. ما هو بالتاكيد هم مش خاطفينه علشان هيلعبوا ماتش كوره يعني او حاجه. بالظبط كده يا استاذ وائل. فاحنا دلوقتي النهارده ده رمت القتل في الشارع يا استاذ وائل للاسف، الناس بقت تتفرج وتصور، الواحده بتغتصب يا استاذ وائل، الناس بتتفرج وتصور. يعني احنا مصريين النخوه دي كانت موجوده، ما كانش واحد يستحمل واحد يعاكس واحده في الشارع. النهارده مباح ان واحده تبقى بتستغيث والناس بتتفرج وتصور، احسن حاجه فينا ان احنا نصوره. احسن حاجه في مصر طبعا. وفي جريمه ضبطت قبل كده بسبب سيده صورت العربيه في
بس انت طبعا بتقول انه انا معاك في انه قيم النخوة والشهامة لازم تنتشر بين الناس.